بذامة من قرى جسر الشغور، وتلفظ بالآرامية بيت إيمو، وتعني بيت الأم. إبلة مدينة آرامية سريانية، والدليل على ذلك أن الأسماء التي وردت في الرقم الطينية التي وجدت في مكتبتها هي أسماء آرامية سريانية. واسم إبلة مركب من كلمتين إبلة، ومعناها أبو الإله أو الإله الأب. أريحة بلدة في محافظة إدلب، وهي من السريانية أرح، واليرح هو القمر، ومقابله في العربية العدنانية أرخ، التي منها أرخ، وفي العربية الجنوبية الورخ، والتأريخ مأخوذ من القمر. معرة النعمان، المعرة تعني المغر، والنعمان تعني اللون الأحمر، نسبة لكثرة وجود شقائق النعمان في هذه المنطقة. باش مشلي من قرى إدلب في حارم، وفي الآرامية تلفظ شاموش، وتعني بيت الشمامسة. وفي السريانية مشلي، وهي جمع مشلته، وتعني مسلة أو إبرة كبيرة. حزانه من قرى إدلب، وتلفظ في الآرامية حزونه، وتعني الملعب. بنش من قرى إدلب، وتلفظ في الآرامية بينوش، وتعني بالابن، ونوش الناس، وتصبح ابن الناس. معرة مصرين من قرى إدلب، وتلفظ في الآرامية معرة مصرين، وتعني مغارة الشدة والضيق. دركوش تقع في إدلب منطقة جسر الشغور، وتلفظ في الآرامية تركوشوتو، وتعني المهد، وفي لفظ آخر دراكش، وتعني الطريق الصغير. كفر عويد من قرى إدلب في منطقة معرة النعمان، وتلفظ في الآرامية كفر عويدو. كفر تعني القرية أو المزرعة، عويد تعني المرونة، لتصبح قرية المرونة، وفي لفظ السرياني تعني قرية المصاب. البارة من قرى إدلب في جبل الزاوية، وتلفظ في الآرامية بارو، وتعني القفر أو المكان الظاهر، ويقال أن أصل اسمها كبرو بيرة، وتعني الكنيسة المقدسة. لم تكن حضارة الآراميين السريان في عهود الأمويين والعباسيين حضارة ترجمة وإبداع فقط، فإنهم نقلوا بتشجيع من الخلفاء كتب الرياضيات والفلك والطب والفلسفة أداء لرسالتهم الثقافية، وسخروا مدارسهم وإعلامهم وعلومهم وأديرتهم، وخدموا الحركة العلمية بأمانة وإخلاص وتجرد، وإن تلك النهضة غدت ولا تزال مفخرة العصر العباسي. فقد كان العالم العربي ما بين 750 و850 مسرحا لحركة من أبرز الحركات وأخطرها في تاريخ الفكر، وقد تميزت هذه الحركة بالنقل إلى العربية عن الفارسية واليونانية عن طريق السريانية، حتى غدا السريان
الجسر الحضاري الناقل ثقافة فارس والإغريق إلى العرب، وهذا مبعث فخر واعتزاز لكل من أرخ تاريخ الحركة الفكرية في العصر العباسي.